قد سيكون إنسان عنده علم بكلاب، إنسان مطلي في الكلاب في صحة تاعها في التربية تاعها، سي نورمال غادي تلقى اوتوماتيكمون تلقى جراء جيدة. كلب يخاف عندها بروبليم اللي يركب عليها الإنسان، كيك سوا بالضرب بالقمع وطرق وحشية رامي ما يدريسوا بها، وكلي كلي يوصل يضرب كلابها. ما شفتوا الصوالح انا ما نهضروش عليهم خير، كاع ما تكوب ليها وما تبدا في العملية كاع تاع باش تجيب جراء. بدا بدي زاناليز، بدا بفي فيزيت جينيرال لا مير، هذه كيما يديروا فيه فيزيت جينيرال على الدم تاعها، تعايروا على الدم تاعها نشوفوا بون. عندنا الروت فايلر، هاو ستان طري بون شيان كيما عرفتكم عليه. هذه ستون فومال اجي بريسك دو 3 موا، سي تبع النصائح تاعي وجابها لي من اجل باش تكون عنده كلبه متزينه، كلبه يحتاجها في الحراسه، كلبه ما تعطاكيش وحده كيما نقولوا، ما فيهاش لي ديفو، وهذا هو لاج ايديال. ولفناها مع لي زونفون، ولفناها مع كلاب كبار صغار، تما انا كول هذاك شغل مدرسه راه تعلم فيها الكلبه هذه، اللي تشوف بزاف صوالح تعلم بزاف صوالح باش ما يوقعوش مشاكل كي تكون كبيره. وعندنا طيب اللي مرا هذا هيك، عندنا التي مالينو، هذا المالينو هذا ثاني اجي دو مو بريسك ميرال تاكي تاكي. عندنا لو مالينو هذا ثاني لو ميماج تاع لاشين على راه يدير له هكذا. هذه هي لاغريزيفيتي اللي كاينه في الشخصيه تاع 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 روت فايلر، باسكو بالك تلقى بوه ولا امه اغريسيف. دونك هو دوك السيفي روحه راه يبدا، انت اش دير؟ سوسياليزيه، تمنعه بطريقه ايجابيه بطريقه بشويه، زيد لو ستريس عند الكلب يزيد كي يكون رابطه ولا شاده في بلاصه ومدورين به الناس، يزيد عنده لو ستريس. دونك غادي يكون مطلقهم في زوج، ما تشوفش هذا اللقطه اللي تهضروك، نتمشوا ما شوفتها ما تشوف حتى حاجه، كنا نقعدوا في بلاصه ونوقفوا عليهم شفتوا كلاب جدد راه ما عاد يتعلموا، لو ستريس هذاك تاعك نتايا والضغط يزيد عليهم وتما يقعوا المناوشات ولا الدبزه ولا بيناتهم كيما هكا. وحنا نصحوا هذو الاخطاء، الكلب راه هنا باش يتعلم باش يفهم بلي ما خصهاش يدبز مع كلاب، ما خصهاش ياتاكي بني ادم، ما خصهاش يروح عند الناس، ما خصهاش يديرونجي الناس، دخلوا في عالم الانسان باسكو هو حيوان ما يعرفش القواعد تاعنا كبشر. نكملوا دوك مع المالينوا هدايا. المالينوا هدايا ثاني لاش ايديال، هذا هو لاش ايديال تاع تدريب المالينوا باش ما تلقاش معاه مشاكل كي يكبر، يقعد ياتاكي لك كيما المالينوا شفتو هذاك الصفر، ياتاكي لك لي زونفون، ياتاكي لك لي فواتير، ياتاكي اي حاجه. دونك هنايا وين تلعب دور بناء القاعده اللي هي التنشئه الاجتماعيه كيما هضرنا، باش يطلع لك ان شيان ايكيليبري، ان شيان بوزيتيف، ان شيان اللي ما تلقاش معاه مشاكل. هذا هو لاج ايديال اللي ننصح به كاع الناس باش يربوا كلاب. ايفيتي باش تشري كلب كبير، باسكو كلب كبير صاي لك كيما بنادم عنده 30 طون رافد بزاف صوالح من الدنيا هذه، قادر تعلم صوالح عيانين، تعلم الدخان، تعلم كذا، تعلم مع الباليش انايا صوالح نيجاتيف، صوالح سلبيه. دونك باش تعاود تربي ذاك البنادم 30 طون تعاود توضه للطريق سا برون دو طون ويصعب عليك، ماشي كيما ان لونفون صغير ملي يكون عنده 3 زون ولا 2 زون راك تعلم فيه في التربيه، لا ما ديرش كيما هكا. قل لي يا خويا امين، كاين ناس راهم يبيعوا في جيره صغيره عندها شهر 28 يوم، وكاين ناس ما تعرفش راهي تشري جيره عندها 17 يوم 18 يوم ويردعوا فيهم بالبيبرو. شوف واش تقول في النقطه هذه؟ النقطه هذه جد مهمه ثاني، وعندها انعكاسات ولا عندها سؤال غادي يشرو للكلب كي يكبر، كي تجيبه جرو عادة ما كملش فترة الرضاعة اللي هي دو موا، اوبليغاتوار تخلي لو شيو يرضع دو موا. علاش؟ كوتي تاع صحة، لا مير تاعه تعطيه صوالح ملاح في الحليب هذاك، كيما نقولوا مضادات حيوية، كان بزاف صوالح فوائد للجرو هذاك دو موا، كي تجيبه افون دو موا، دونك لا مير في ديك دو موا شتعلمه؟ تعلمه باريزون النظافة، تعلمه
التحكم في العضه تاعها باسكو كي يبدا يرضع فيها يبداو ينوضوا له السنين يبدا يضرها كي يضرها تصحح له السلوك هي كي تجيبها انت صغير لو بلي بار يقول لك كلبي راه يعضني جروت على يعضني جروت على كل يعضني شغل فورسي عليا كيما حتى يوصل يجرحه علاش باسكو جبتها صغير باسكو موه ما علمتهاش الطريقه السليمه ولا التحكم في العض تاعه تما انت درت الغلطه خاصك تلعب الرول تاع موه وتعلمه من جديد باللي خاص ما يزيرش خاص كذا وبعد عناء هذه خاصو الله خلي موه يتعلم النظافه تعلمه باللي ما يوسخش عن وين يرقد تعلمه بزاف صوالح ك باش تاع كحيوانات في بعضها اللي بالك الناس ما تعرفهمش بالك حنا ما نعرفوهمش اصلا كاع دراسات كبيره على في دل الموضوع دونك ننصح الناس كي تربي جرو جيبه دو موا وطلع خليه يكمل فتره الرضاعه خليه يكمل هذيك الفتره هذيك مع امه اللي دايرها ربي دو موا والعلماء دارسينها تاع دو موا فتره الرضاعه باش ما تلقاش مشاكل من بعد قل لي يا خويا امين كاين كاين واحد بون كاين كاين واحد ولدت له الكلبه ديالو الله يبارك جبت له 6 ولا 7 ما على باليش ومن بعد غير زادوا رضعوا ماتوا قال لي الحليب تاع الام تاعهم فيه تسمم اسكو هنا كاينه طريقه باش نديكوفريو اسكو الحليب هذاك فيه تسمم قبل ما يرضعوا الجر ولا لا ولا ما كاش بيان سور هذاك كاين دي فيروس اللي يكونوا في 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 الام في الدم تاعها وينتقلوا للحليب دونك تقبل قبل ما تكوبلي كاع لا مير هذه يعني تكوبليها وما تبدا في العمليه كاع تاع باش تجيب جراء بدا بديزاناليز بدا اون فيزيت جينيرال لا مير هذه كيما يديروا يقول اون فيزيت جينيرال على الدم تاعها تعايروا على الدم تاعها شوفوا لاسيون شوفوا الراحين تاعها المبيضين هذه هي مام في لو طون دو كوبلاج كان ان تيست دو بروجستيرون اللي يعرفوا به لا فيمال هذه وين انت غادي مرحله ولا النهار تاع التبويض وين انت اكزاكتومون ماشي غير هكا كوبلي ماشي غير هكا جيب جراء ماشي غير هكا دونك توعيه مليحه وخاصكم تقروا وتحوسوا وتشارشوا باش تكون في الطريق السليم بدون اخطار من بعد على لاماغ هذه ولا على الجراء كيما هذا البروبليم تاع الحليب اللي جراءك غادي ترضع منه تموت كاع دونك بور ايفيتي في البدايه دير دي زاناليز داويها من بعد جيب جراء نفس الشيء على الدود الام كيكون فيها الدود كلبك يكون فيها الدود غادي ينتقل الدود عبر المشيمه عبر الحبل السري يروح للبيبي ثم الديدان هذوك ينتقلوا للبيبي يزيد جرو مع مردود دونك كيما نقول لك الفو فيغ اتونسيون مع الام تكون بيان تريتي من الدود لا فيرمي فيش تاعها مضاد الديدان وزيد كي يزيد الجرو يكون في صحه جيده كي يكبر تبدا دير له ثاني هو فيرمي فيش باسكو الدود من عند ربي كاين في الكلب انت لو رول تاعك تدي له حساباته وتتريتيه بالتريتمون تكون عندهم ماركه عالميه ماركه فيها فايده ماشي ماركه تاع تراب كاين واحد راهم ينباعوا بسعر رخيص تراب ما يدير والو للكلب لا تحسب راه داير له فيرمي فيش لا ماكش داير له وهضر بزاف دخلوا في لاباج دوغلاند هضر بزاف على الصحه تاع الكلب هضر بزاف على كاع التربيه تاعه التصرفات تاعه الاكل تاعه اكل صحي العلاج للامراض الشائعه لي فاكسان صوالح كاع اللي يفيدوا الكلب كيما نقولوا يكونوا اساسيين قل لي نسبه شفاء الجراء من مرض البارفو باسكو هذا المرض هو مرض قاتل نسبه الشفاء للجراء شوف لو بارفو باش يداوى جرو منه يسلك بالك نو هيا نسبه الشفاء تاع البارفو هو الجرو 90% يموت باسكو البارفو هذاك شنو يدير بارفو يقطع كاع الاستوما تاعه والمسارين تاعه كيما نقولوا الامعاء قطعها عليها يقعد فيه دياري فيها الدم وتقيه فيها الدم دونك
قليل وينجر ويزلك لا طاح في ان فيتيرينير بيان قاري وعارف شو راه يدير ويسوي فيه ويخليه عنده بوندون 3 جو ولا 4 جو بلي سيروم بالتريتمون بلي باري ويتحل وكما يقولوا يفيق له المربي في البدية باسكو قادر يقتل الجروف في نهاره الاول لو بارفو قادر يقتل الجروف في نهاره هو شحال يقعد المرض هذا باش يموت الجرو كي يحكم المرض هذا قادر في نهاره 24 ساعه قادر 24 ساعه يموت يموت كاين اللي الجرو عنده شويه مناعه شغل قادر يقاوم بوندون 2 جو ولا 3 جو كاين الجرو اللي ما عندهش مناعه يموت في نهاره كاين اللي يسلك افيك دي تريتمون كاع يسلك والحمد لله بصح لي فاكسان تاع البارفو ماشي غير البارفو كي كات مالادي لي سام مالادي اللي نديروها افيك لو رابي تاعها كيما لي باتيت لاكاري كاين امراض لي ثاني فتاكه كيما البارفو اسمح لي نتايا انت الدود كل شحال دير لهم الدواء هذا تاع شوف قاعده جرو صغير جرو صغير اول مره بتريتيه تعطيه لو تريتمون تاعها على حسب لا دوز على حسب لاج تاعها على حسب شحال يوزن تعطيه لا دوز تاعها ومن بعد ابري 15 جور دير له لو رابيل علاش باسكو الدود يعيش استاذ اللي كان عايش فيه قتلته بصح هذاك الدود كان بيض البيض يتفقص له 14 جور عليه يديروا له لو رابيل في 15 جور وكاين دي ميديكامون ولا كاين دي فيرميفيج نو كاين دي فيرميفيج لي لو رابيل تاعها 6 mois دونك سا ديبون على حسب لا مارك وعلى حسب لا نوتيس اللي كاتبينها في ذاك الدواء نو هادي هي ومن بعد ابري 15 جور هادي تولي نو صاي ابري 15 جور هادي تولي شاك موا كيكون الجرو عنده افون 3 موا تولي دير لها شاك موا حتى 6 موا هادي كل شهر من 6 موا العام تولي دير لها شاك 3 موا رابيل كي يفوت العام تولي دير لها شاك 6 موا بي كيما قبل بحفاظ على 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 لي جورني تاع كيما قلت على رابيل تاعها وين تدير لها كسموه على الماركه خاص تكون ماركه جيده هادو صوالح باش الكلب تاعك وكاين شائعه اسمح لي كاين واش كاين واش تروح كاين واش غزها لا ما تقربش هي عارفتها بلي خطير عارفه بلي دونجي اها وعارفه بلي مربوط ما تعرفش بلي انتيليجون شو راه يقرب عندك تما لو كان شافتها هكذاك متلوقه ما تروحش ليها ما يروحش بيان سير ما يروحش قل لي يا خويا امين بار اكزومبل انا حبيت نشري ان شيو جرو وشنو الامورات اللي لازم نركز عليها باش نعرف باللي هذاك الجرو ما عنده حتى مرض شوف الجرو كي تلقاه ديناميك تلقاه يتحرك يلعب تلقاه لهيجي هكا كيما نقولوا لاعي تما جرو راه اون بون سونتي جرو تلقاه مقروص قاعد في كوان عنده بروبليم كيلكو بار كيلكو سوا في الصحه تاعه ولا هنا في راسه تلقاه جرو مقروص جابد على الـ على الـ على الجيره الاخرى تلقاه دونك كي تخير الجرو وخير اول حاجه ثاني بازي على هذا المالك اللي زادوا عنده لي شيو كي داير اسكو متهلي في كلاب واش متهلي في كلاب كيف مربي كلاب الصورة كاع يلعبوا دور وكاع غادي يوقعوا في الجرو تاعك لكن هو مربي حسن وعنده الكوب اللي مخرج هذاك الجرو كوب متربي كوب عنده كاراتير شباب دونك غادي يخرج جرو بصحة جيدة باسكو المربي هذاك عارف شنو راه يدير وتبع الأدوية تاعه الصحة تاعه الأكل تاعه كاع صوالح دونك روح يا نو حبنا لك هذاك فيا هاكي روحنا جيبي راني جيبي هذا هو اللي اه هذا هو العقل اللي قلت لك عليه هو العقل تاع الجراء هذا هو اللي قلت لك عليه نو تبدا معاه بشويه باغ اكزومبل وين كنا على الاختيار قلت لي لازم يكون يجري يتحرك يكون يتحرك يكون ديناميك وبازي ثاني مع عدم الشريتات خاص يكون المربي ولا هذا الفاج اللي ولا اللي عنده لو كوب خاص يكون انسان عنده علم بالكلاب انسان مطلي في الكلاب في الصحه تاعها في التربيه تاعها
سي نورمال غادي تلقى اوتوماتيكمون تلقى جراء جيده. خاصها يكون انسان عنده علم بالكلاب، انسان مطلي في الكلاب في الصحه تاعها في التربيه تاعها، سي نورمال غادي تلقى اوتوماتيكمون تلقى جراء جيده باسكو هذاك انسان يفهم في الكلاب. كي تشوف انسان ما على باليش يضرب كلابه ومشي مطلي وما يوكلهمش غايه وما ايفيتي ما تشري من عنده باسكو غادي تشري جو ضايع. كيخصو في الصحه تاعها نو كيخصو في الصحه تاعها ولا في التربيه تاعها. دونك يفو ميو تخير المالك من بعد شوف الكاركتر تاع لي بارون عاده هو الجرو شوف اسكو ديناميك هاي يلعب راه ناشط راه منا اشري. لقيت حاجه سي باسا بوها اغريسيف مو خوافه لاغريسيفيتي والخوف هادو صوالح ماشي نيشان ماشي ملاح ماشي ملاح. اها لاغريسيفيتي كلبي اعطاكي وحده يتسمى مهبول عنده بروبليم في راسه، كلبي خاف عندها بروبليم اللي ركبها لها الانسان كيخصوها بالضرب بالقمع بطرق وحشيه راهي ما يدريسوا بها وكلي يوصل يضرب كلابه. ما شفتوا الصوالح انا ما نهضروش عليهم خير. دونك شوف المربي هذا زادوا على جلاو كما قلت لكم، شوف الاب والام الشخصيه تاعهم كي دايرين، وخاص كاين واحدين راهم يحشوا لهم شنو يديروا لهم، يجيب جرو يقول لها راه بوها هما، وهذاك الجفشه قادر لاقيه برهوش ما كيكونوا صغار ما يبانوا كيف كيف، هذوك خلاوي كما نقولوا كالعرب يجيبها يصبغها بالحنه ولا يصبغها بالسيلاج يدير لها السيلاج ولا صباغه تاع الشعر يردها شاربوني يبيع على اساس مالينو شاربوني. اسمح لي اسمح لي في هذا الكلام، كاين فيديو في القناه نزيد نذكر المتابعين انه تقدروا تدخلوا الشورت فيديوز وتشوفوا كاينه حاله كاين واحد راح شرا دي شيو على اساس شاربوني فينالمون كانوا مسبوغين. وشنوهم الصباغات المواد الكيميائيه اللي راهم يستخدموا فيهم باش يصبغوا الكلاب؟ يستعملوا مواد تاع الصباغه تاع النساء تاع الشعر. اها هذيك هي الاولى افون كيديروا السيراج ما كانش عندهم فكره تاع الصباغه تاع الشعر تاع السيراج. صح السيراج ماشي يتنحى لا لا يتنحى بصح كينشف يلصق في الشعر طومبوليرمون غادي تدوش له خضره صاي يروح يروح. بصح كاين الناس اللي ما تعرفش تلبغي شو غير يشوفها ما يقلبها ما والو يرده يديه يدوش له يولي له ابيض ولا داكور. وشنو هالطريقه اللي نستخدمها باش اللي نستخدمها اول مره نستخدمها وهذيك الطريقه كي نستخدمها تبين لي باللي الكلب هذاك مسبوغ؟ اسكو كاين عفسه نديرها تيست على سبيل المثال؟ ان تيست جامي تشري ان شيو بلا ما تشوف بوه امه، هذه اول قاعده. كي تشوف بوه امه ماشي غير بعينيك، خاص تشوف لو شيو مع الام يلعب معاها باين بلي ولدها وباين بلي هذاك بوه. المالك لما وراكش بوه امه وراهم غير في التصاوير تعرف بلي فيها لوش فيها لوش لي اونات كيما الكور باريزون. كاين ناس ما هنا في لاجيري كاين ناس ما شاء الله اللي عندهم دي زيلفاج تروح تشري من عنده لو شو يوريك الاب يوريك الام يوري لك مين كان قدها غير يرضع في امه. شريها تاع كونفيونس راك عارف مين راك شاري عارف شنو شاري. وزيد السعر تاع الجرو غادي كيكون حر كيما نقولوا لو بيديغري اللي هو شهاده الاصول كيكون جرو ذو مواصفات وذو دم كيما نقولوا نقي يعاونك في حياتك تلقاه يفهم بالخف تلقاه ما فيش لي ديفو تلقاه. دونك يفو ميو تشري كلب افيك بيديغري شويه غالي بصح غادي تكسب كلب نيشان دم تاعها صافي. كاين لي كوبلي باريزون غادي شتا بزاف يقول لك انا عندي مالينو كوبلي مع المالينو خرجت لي بيتبول يخلع. هذاك الدم جينات راهم في الاب ولا في الام جد 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 بالك الخامس ولا بي كان بيتبول كانت مخزونه هذيك كيما نقولوا الصيفه هذيك في الـ في الـ في الـ في لاديان مخزنه وتخرج وقت ما تبغي في كاجرو طب راك ما تامنش تقول كيف مالينو مالينو جابوا لي بيتبول. بزاف ناس راهم يشروا لهم هذه اللقطات شوك المهم الله يهديهم كاين شي واحد. قل لي يا خويا امين كاينه نقطه كاينه نقطه راهي صاريه بزاف في المجتمع تاعنا. كاين ناس بزاف تلاقيت بهم قالوا لي الناس اللي كيما انت هكذا قالوا لي المالينو راهو في خطر السلاله النقيه راهي في خطر رامي كوبلي وخلاص. شوف مالينو ولا ما يسوى والو علاش من هب ودب يجيب كلبه مالينوا يكوبلها مع نابورت ديال الراس يكوبلو مع البرجير يكوبلو مع الروتر يكوبلو مع المهم خروطه كبيره ماشي غير في المالينوا في كاع لي راس الاخرين. دونك الدم
هذاك صاي بدا يروح مواصفات على المالينات بدات تروح على دايرين لو بيديغري شاد الاصول دايرينها باش يفيريو بلي الدم هذا نقي 100% تعرف درجه الدرخامه شكون بالاسم واللقب تاعه كاع كاع شهاده الاصول شجره العائله شجره العائله فوالا هذه هي هذا هو الكلب كيما نقولوا حر باش تعرف كلب حر كاين اللي يزيفط لك في التصويره يقول لك خويا هذا كلب حر ولا ماشي حر لو بيديغري هو اللي يقول لك الكلب حر كي يكون الكلب ما فيش بيديغري نقولوا شبه قال هذا ما فيش بيديغري يشبه للبرجي هذا ما فيش بيديغري يشبه للروت بس الدم تاع الداخل ما تقاش تعرف شنو فيه قادرين هذا يبان لك روت في الدم دور دوكاجونتا تكوبلي مع الروت فايلر فهمان يخرج لك شي ولا زوج دوكاجونتا حتى تخلع الدم ماشي نقي الدم كيما سلاله صاي راحت مواصفات تاعها راه الخلاط هذاك ماشي مليح جماعه اللي عندها مالينو كوبلي مع المالينو اللي عندها بيرجي كوبلي مع البيرجي اللي عندها روت كوبلي مع روت باش يحافظوا على السلالات تحافظ على المواصفات مام القيمه تاع الكلب تقعد توجور عاليه لا كوبلمون لا كوبلمون الناس تهجمت كلاب بصح طارين علم الوراثه وعلم التهجين راه عارف شنو راه يدير راه عارف واش من جينات ينقلها راه عارف كيفاه يركب دي في دي بعد خبراء هادو باش صنعوا دي راس دوك نتايا كي تكوبلي بيرجي مع روت فايلر أباك غادي تخلطها غادي تدخل حاجة في حاجة غادي توقع مشاكل مع داك الجرو اللي خرج توقع غير توقعت يقولك مشاكل في الشخصية تاعه ولا في الحالة في الجسد تاعه دي بروبليم دي ديسبلازي دي بروبليم تشوهات يسرو دي صوالح باسكو تخلط على راس راه داير حالة وراه ماكوش راه باين راه الناس راه تعرف شاكل.